مشاهدي اليوم 24 اهلا بكم. بعد ما اعلنت الجامعه الوطنيه لكره القدم على اللوغو اللي غترشح به لكاس العالم 2026، هذا اللوغو هذا عرف الكثير من السخريه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا قررنا اليوم نخرجوا للشارع ونسولوا الناس على الاراء ديالهم في هذا اللوغو، عجبهم ولا ما عجبهمش. يلا تشوفوا معنا. واحد اللوغو اللي واجهني نورمال عادي، معايا ما مزيان. الراي ديالي في اللوغو ان هذا اللوغو ما صايبوش مزيان، عوجوه شويه، راه من حق الناس يديروا لي انتقادات وكذا. ماشي شي حاجه اللي بريزونطابل كيما كان من قبل، كيما شفتو مروكو 2010 كيفاش كان اللوغو، كان شويه محترم، كان شويه عاطي واحد القيمه للبلاد، عاطي لا كوب دي موند. دوكو دابا ديال 2026 ما كانتش مزيان. باش نكونوا لوجيك، تي حاجه عادي انه ينتظر بحال هاد لي كومونتير هادو ديال المغاربه، لان ماشي هادشي اللي كنتظروا. اش نقول لك، اللوغو مزيان بويسكو هو فيه جوج ديال المسائل اللي هي تهمنا، يعني فيه الرايه ديال المغرب وفيه لو روج، يعني هذا اسطنبول سميتو، يعني سميتو فكرني في ذاك اسطنبول اللي دار المغرب في 2010، ملي كنا غنديروا كنا كنوجدوا باش المغرب ينظم لا كوب دي موند ديال 2010، فكان الرمز تقريبا بحالو بحال هذا. بالنسبه لذاك اللوغو ديال كاس العالم 2026، انا في نظري ما عجبنيش، حيتاش مغير كاع دوك لي لوغو اللي دازوا بحال ديال روسيا وديال جنوب افريقيا وديال البرازيل وديال قطر، حيتاش على الاقل بعدا يكون كاس العالم فهمتي في اللوغو، ماشي ديريكت نجمه مغربيه هي عزيزه علينا، ولكن يدخلوها فهمتي في وسط كاس العالم في اللوغو ديال في ذاك الشعار. يكون شي حاجه دو كاليتي زعما، فهمتي شي حاجه اللي سا بخون دو طون بعدا، يعني اي شي واحد، اي زعما شي واحد زعما فهمتي، اي واحد يقدر يدير هكا. اللوغو ما بالنسبه لي انا ما عيان شويه ناقص، كاينين دراري صغار تشوف فيسبوك تيصايبوا انا ديزاين زوينين على ذاك اللوغو، يعني غيشرفوا المغرب. بالنسبه لي ما لوغو ما والو، ناقص ما يشرفناش، يعني كيستحق السخريه، وما يستحقش السخريه كامله، ولكن ما ناقص وصافي، يعني ما كيشرفش بحال هذه الحدث الكبيره هذا، يعني هذا راه تنظم عندنا المونديال ديال 2026 راه شي حاجه كبيره، ولكن راه ما كيستحقش.